السلام عليكم الخوت، كيف الحال؟ نتمنى تكونوا الف خير. مرحبا بكم اخوتي في الفيديو الجديد. اخوتي دابا ما كاينه لا توليعه لا والو. اخوتي كيما كتشاهدوا معايا نطويت السجنه كامله. اخوتي راه دخلني المرض عاوتاني، داك اللودينو راه ضرب ليا الانيق، قاص الانيق. اخوتي الانيق دابا مهوبش كاعي، ما كيتمشي ياكلش بزاف، وها جالس مسكين والرزقه ديالو جاريه خضراء وجاريه. المهم راه قاص في الانيق اخوتي، نزيد شويه في الضو، قاص في الانيق الخوت وبدا كينتقل المرض من بياس لبياسه. صافي قررت غادي هانتوما كيما كتشاهدوا اخوتي، هادشي راه السبب. هاد الامراض راه سبب ديالهم اخوتي غير النيطواياج تيكون قليل. كما قلت لكم اخوتي الله يجازيكم بخير اللي عنده الحمام، النيطواياج اخوتي انا راه ما كنساليش الحمام. راه بعض الخطرات راه كنجي حتى للمغرب، عاد كنجي ما كندخلش عند الحمام، ما كنقراوش حتى نوكلهم. بعض الخطرات كنطلقهم طلقه خفيفه فين كنصور لكم ديك الفيديوهات وكنزيد في حالاتي. راه هادشي اللي كاين اخوتي، داكشي علاش اخوتي حمام دائما اخوتي حاولوا تنيطواييو الحمام ديما النيطواياج على الاقل على الاقل مره في الاسبوع اخوتي الحمام النيطواياج. كما كتشاهدوا اخوتي انا دابا هانتوما الازباله شوف كيما تراكم الشيا، ها هو كيما تراكم راه الخنشه عامره الخوت. الاقفاص كانوا في داك القنت، حولتهم لهاد القنت اخوتي. نقلب لكم كاميرا باش تشاهدوا كلشي على عينيكم. هانتوما الخوت هما فين كتدخلوا كتلقاو الاقفاص في داك القنت وهاد البلاصه خاويه. وهنا كانت واحد البلاكار كان هنايا، داك البلاكار حيدتو اخوتي راه خرجتو على برا. اقفاص جبتهم لهنايا باش يبقاو مقابلين مع الباب على حساب الشمس. وهاد البلاصه خويتها الخوت هانتوما كيما كتشاهدوا. هاد النية اخوتي راه النيطواياج، راني خدام في النيطواياج، غنكمل ان شاء الله النيطواياج اخوتي. غادي نحرق السجنه كامله بالشاليمو، عندي الشاليمو غنحرق ما كامله، غنحرق الاقفاص وغنحرق كلشي، غندوز عليه بالشاليمو باش داك الفيروس اخوتي ما يبقاش يدور عندي هنايا. وغادي في العشيه ان شاء الله غنمشي للبيطاري غنجيب لهم الدواء ديالهم. غادي نداوي ان شاء الله الحمام كامل، غنطريطيه كله بداك الدواء، ما غنخليش لان الا ما درتش هذه المساله ديال الحمام كامل غيبدا ينتقل لي كل خطره. نبقى تابع بياسه بياسه، اللهم نطريطي كلشي باش نتهنى اللي فيه يتحيد منه، واللي عاد جاه يتحيد منه، واللي ما جاش ما غيعاودش يجي لان اصلا يكون ديجا مطريطي باش نتهنى اخوتي. يلا اخوتي تابعوا الفيديو حتى الاخر اخوتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نكملوا هذا النيطواياج، هذا نكملوا هذا الشيء هذا اللي باقي ليا هنايا، ونمشي نجيب الشاليمو اخوتي نحرق السجنه ان شاء الله. يلا اخوتي تابعوا حتى الاخر، السلام عليكم. اذا الخوت كما كتشاهدوا معايا الشاليمو والبوطه كما كتشاهدوا، غادي ان شاء الله غنحرق السجنه كامله، ما غنخلي فيها حتى قنت، غنحرجها كامل بالاقفاص ديالها بكل شيء ليها غنحرقو ان شاء الله. اذا اخوتي تابعوا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، من الاول حتى الاخر، وتشوفوا الطريقه كيفاش كنحرق السجنه وكيفاش كنحرق هاد الاقفاص هادو. واللي عنده الشاليمو ودخلوا المرض ضروري اخوتي ما يحرق السجنه، ضروري ما يحرق السجنه. يلا اخوتي تابعوا الفيديو حتى الاخر، يلا السلام عليكم. Thank you.
الخوت السجنه كلها خوتي ما خليت فيها حتى شي قنت، كلها حرقتها بالاقفاص ديالها بالحيط ديالها بالارض ديالها بالسقف ديالها كامله تحرقات. اذا اخوتي غادي تتابعوا معنا الفيديو في العشيه، غنجيب الدواء ان شاء الله وغادي نعطي الحميمات ياكلوا، غنوريكم الدواء اللي غنستعملوا له الدواء. غنحاول نديروا لكم اخوتي فيديو بوحدو الدواء، غنحاول نديروا لكم فيديو بوحدو ان شاء الله كيفاش غادي نخدم نحيد اللودينو من الحمام، يعني نداوي اللودينو من الحمام. اذا اخوتي تهلاو ليا في راسكم، نشوفوا في شي فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.